يقول السائل: يلاحظ أن أكثر المصنفين في علم التوحيد من المتأخرين يركزون على توحيد الربوبية. هذه كتب عقائد أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم، هم يركزون على توحيد الربوبية والاستدلال بعلم الكلام عليه وتركيز الحجج عليه، وهذا تحصيل حاصل، لأن توحيد الربوبية موجود في الفطر، وأيضا هو ما يكفي، لا بد من توحيد الألوهية. نعم.